للمزيد ينضم إلينا من رفح الفلسطينية بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية. بشير، بعد التحية، آخر المستجدات لديك؟ تحية لكم. يعني ما يحدث على الأرض هو استمرار للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. المدفعية الإسرائيلية المتمركزة على طول المناطق الشرقية للقطاع بدءا من رفح جنوبا حتى بيت حنون شمالا تقوم بإطلاق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه هذه المنطقة الشرقية. رفح وخان يونس لها النصيب الأكبر من هذه القذائف، بالإضافة إلى المنطقة الشرقية لمدينة غزة والتي تضم الزيتون وحي الشجاعية وكذلك بلدة جباليا في شمال قطاع غزة، جميعها تتعرض إلى هذا القصف العنيف من المدفعية الإسرائيلية، بالإضافة إلى قيام الزوارق الحربية باستهداف المناطق الغربية للمحافظة الوسطى، دير البلح ومنطقة النصيرات. تتعرض أيضا إلى قصف متفرق من الزوارق الحربية الإسرائيلية التي دمرت بالطريق الساحلي بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، الطيران الحربي الإسرائيلي لم يفارق أجواء قطاع غزة منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظة، وهو يحلق بكثافة في أجواء القطاع بشكل عنيف وقوي. الليلة الماضية شهدت قصفا عنيفا من هذه الطائرات الحربية الإسرائيلية التي استهدفت مدينة رفح وكذلك المحافظة الوسطى ومدينة غزة، مما خلف عددا من الشهداء والإصابات. مدينة خان يونس والتي تشهد توغلا إسرائيليا كبيرا منذ قرابة الشهرين، هذه المدينة التي تقع في جنوب قطاع غزة، التوغل بدأ من المناطق الشرقية وصولا إلى المناطق الغربية لمحافظة خان يونس. لا زالت هذه الآليات العسكرية الإسرائيلية تقوم بإطلاق الرصاص والقذائف باتجاه كل ما يتحرك في هذه المحافظة، كما تواصل اقتحامها لأبنية مستشفى مجمع ناصر الطبي، وكذلك تقوم بإطلاق الرصاص باتجاه أبنية مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وتعيث فسادا في هذه المدينة. بشير، يعني ماذا عن القطاع الصحي والطبي في رفح الفلسطينية والقدرات التي لا تزال تملكها؟ يعني مدينة رفح هي باتت آخر يعني أماكن والمستشفيات المتوفرة لدى وزارة الصحة في قطاع غزة. هذه المستشفيات هي تعاني الأمرين نظرا لعدد المرضى والجرحى الذين يأتونها لتلقي العلاج. الأعداد الكبيرة تسببت في يعني المزيد من فقدان الأدوية والمستلزمات الطبية في هذه المشافي المفقودة أساسا جراء هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر. يعني هذه المشافي باتت لا تستطيع تقديم الخدمات الطبية لكل هذا العدد الكبير من المرضى والجرحى. نحن نشاهد الأطباء هنا يجرون الفحوصات الطبية للمرضى وهم ملقون على الأرض، لا يوجد متسع في غرف الأسرة أو غرف العناية المركزة الموجودة في هذه المستشفيات. بالتالي هذه المستشفيات هي تعاني الأمرين ولا تستطيع استكمال الخدمات الطبية للمرضى والجرحى الذين يأتون تباعا لتلقي العلاج، خصوصا في ظل ما تمر به المستشفيات في مدينة خان يونس وكذلك ما مرت به مستشفيات مدينة غزة والشمال من تدمير ممنهج من الآلية العسكرية الإسرائيلية، مما أدى إلى توقف المئات من المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة عن العمل. وباتت هذه المستشفيات في مدينة رفح هي العنوان لكل المواطنين الفلسطينيين. نحن نتحدث عن ما يزيد عن 1,700,000 نازح في رفح، بالإضافة إلى السكان الأصليين هذه المدينة، وأعداد هذه الكبيرة من المواطنين لا تستطيع استيعاب أو لا تستطيع المستشفيات استيعاب كل هذه الأعداد الكبيرة من المواطنين الفلسطينيين. يا بشير، نحن نتابع على الهواء مباشرة بعض الصور من رفح الفلسطينية، وهي هناك بعض الخيام على الشاطئ ربما أو قريبة من البحر، وهذه هي لقطات خاصة للقاهرة الإخبارية. يعني صف لنا الأوضاع فيما يتعلق بالنازحين الذين نزحوا من المناطق من وسط وشمال القطاع ووصلوا إلى رفح الفلسطينية، وقدرتهم على نصب الخيام، وكيف يحصلون على الماء والغذاء في ظل شح الإمدادات بسبب عرقلة الجانب الإسرائيلي لدخول المساعدات.
يعني رفح والتي تأوي العدد الأكبر من النازحين الفلسطينيين باعتبار أن هذه المنطقة ما تدعي إسرائيل بأنها منطقة آمنة. رفح مدينة صغيرة وهي أصغر محافظات قطاع غزة، مساحتها لا تتجاوز 55 كيلومترا، نصف هذه المساحة هي أراضي زراعية والباقي هي منطقة مأهولة. الفلسطينيون ذهبوا إلى المناطق الزراعية وهي المنطقة المعروفة بمنطقة المواسي والتي تقع بأقصى غرب جنوب مدينة رفح القريبة من الحدود المصرية الفلسطينية والقريبة من المنطقة الساحلية للقطاع. هذه المنطقة يعني تجمع بها المواطنون الفلسطينيون، أقاموا هناك الآلاف من الخيام يعني يتمكنوا من العيش فيها في ظل هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. هذه الخيام بالمناسبة لا تقي المواطنين ولا النازحين ولا توفر لهم الأمن. أيضا المنخفضات الجوية التي تضرب المنطقة تسببت بغرق العشرات من هذه الخيام والمئات منها بمياه الأمطار وتلف احتياجات المواطنين الذين يعني قد تحصلوا عليها خلال الأيام الماضية من مساعدات غذائية أو من مستلزمات للشتاء من أغطية من ملابس، وبالتالي هي لا تستطيع يعني أن تقيهم من حرارة أو برودة الجو. بالإضافة إلى ذلك بأن المواطنين الفلسطينيين هنا يعيشون ظروفا غاية في المأساوية، خصوصا أن 95% من سكان قطاع غزة في ظل هذا العدوان باتوا يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات اليومية التي تدخل إلى قطاع غزة في تأمين قوت يومهم من مأكل ومن مشرب وكذلك من أدوات صحية وطبية، أيضا من مستلزمات شتاء من خيام. هذه أو توقف هذه الشاحنات جراء عرقلة الاحتلال الإسرائيلي لدخولها إلى قطاع غزة أدى بالتأكيد إلى مزيد من التدهور للأوضاع الإنسانية للفلسطينيين هنا في جنوب قطاع غزة، وبالتالي باتوا لا يستطيعون توفير المأكل ولا المشرب وعادوا إلى يعني المربع الأول منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنهم لا يستطيعون تأمين أدنى مقومات الحياة الإنسانية لديهم. نعم، بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية كنت معنا من رفح الفلسطينية، شكرا جزيلا لك.